تقوي ده وعي كل البشر، الليل مش للنوم أصل الليل للسهر. كيف حالنا احنا بعز نهار، بعدنا بأول ساعات نهار. أنتوني سعادي ضابط الإيقاع، صباح الخير. كيفك؟ بونجور. ليك من الصبح واعد الناس فيك إنه بدنا نولع الأجواء. طب ليك ما بدنا نحكي، بدنا نعزف. أول شيء خبرني بأول إطلالة كنت شوي هيك بعدك مستحي، كنت مبلش مع فرق موسيقية، كنت عم تلعب سولو، رفقت كتار من أسامي كبيرة بنجوم الفن بلبنان. شو تغير من هيديك الفترة لهلأ؟ كنا بطبلة صرنا بستة. واو. كنا ببس طبلة صرنا بطبلة ولاتين بيركاشن وكتير قصص وتوزيع موسيقى كمان. يعني قادر تعمل وسعنا بيرفورمانس لألك وحدك على المسرح. صح. بكل اللي بتعزف على 6 طبلات بفرد وقت؟ لا لا بس. ايه اوكي. منشكل اليوم طبلة غير اللي جيت فيها اول مرة. صح. شو مميزاتها؟ فزر لي. هيديك كانت بيقولوا لها سولو. اوكي. السولو بتجي اصغر. اوكي. بيجي من هون 22 سنتي، هيدا بيقولوا لها صنباطي 23، صوتها هيك بيجي اعمق واغمق بتحسه، وبيجي اكبر والبادي تبعها اكبر. بس البادي حلو ولونه حلو، سمعني كيف بيطلع صوتها هيك اغمق. يعني هلا اذا بتلاحظ بتحس فيه رنه اكثر. حلو كتير. أنتوني بدنا يعني نلعب موسيقى اليوم. شو بيعني لك أنك أنت فتت بالموسيقى واليوم حضرتك موسيقي واليوم عيد الموسيقى؟ صح. أول شيء بدنا نعيد كل الموسيقية، بدنا نعيد كمان العيد على عيد الأب. صحيح. كمان عيد بي وجد وخالي وكل العالم، يعني كل البيات كل بعيدتك. صح. كل البيات. قد ايه مبسوطين فيك؟ والله بدك تسألهم. قد ايه مبسوطين فيك؟ كتير؟ اوكي. لما بتكونوا بجامعات دائما الطبلة حاضرة او هن بتصير تتغنش عليهم؟ لا هلا تعبان، امبارح عامل حفلة صبيعي. انا ما بحب كتير صراحة بالمجمع، يعني بالعائلة وهيك، لانه بحس بتروح على جو المنو موسيقى اكثر. عرفت الجو هيك، يعني انا ما بحب هذا الجو. كل واحد بصير فاتح حسابه. صح. انت بحبها هيك انه خلص، يعني بحترمها. ايه. طيب بدي اسمع منك مقطوعة موسيقية على الطبلة، شو تختار؟ غنية معروفة، إيقاعية، امبروفيزاسيون؟ يلا تفضل. أنا ما بحب. أوكي بعرف، قلت لي قبل مرة. أوكي. أنتوني سعادة مستحي شيء؟ لا. تعبان؟ لا. أخذت على الجو؟ نحن هون مش بعائلتك بس، عائلتك كمان. صح. لأن يعني دايما نحن المواهب اللي عن جد هيك بتعطينا فرح، منحب نكون حدا. شوفك على الانستغرام تبقى مولعة، جسمك كله عم يتحرك، بدي إياك مثل الانستا هون. بدك العوينات على الانستا؟ معروف بالعوينات. بفي اعطيك هيدا؟ اذا هيدا شيء بيراحك. بعدين شغله تانية، من القليل ضباط الايقاع ما بيطلعوا بصبيعهم، ليه دايما هيك نظرك جانح على مال تاني؟ اذا بتلاحظ ايام كمان بغمض عيوني كمان. انا خلص ما بركز على الشكل. هل قد عندك ثقه باطراف صبيعك كيف عم بيدقوا لتعطي النغمه وتصيب؟ صح. طيب لما بتكون مع فرقه موسيقيه بنشوف نحن في نوته قدامكم. صح. كيف تعمل يعني؟ وينك تطلع على النوت وتلتزم فيه؟ لأن في عندك شيف دوركاستر وعندك يعني فرقة موسيقية طويلة عريضة ومعك فنان على المسرح.
صح. هلا هو اكتريه الاوقات بحط على كتاب النوت بحطه مثلا هيدا الايقاع لازم يكون هيك، لازم يكون هيك، هون بنوقف. هلا انا اكتريه الاوقات بعلق معه للشابتر كاس انه بحب بتضلك بس كثير بينبسطوا لما اعمل هيك، يعني بيحسوا بالجو. انا دائما ما بزيدها ابدا، بحترم الموسيقى اكيد طبعا طبعا، ويعني بعطي الليميت تبعي بس انه بطريقه انه بجمل، ما ولا مره بتعدى. هيدا مع الخبره اكتسبتها؟ ايه ان شاء الله اكيد، يعني بعد خبرة كثير قليلة بالنسبة طيب. أنتوني ما قلت لك بدنا نسمع موسيقى، طيب بتقلي أنت بتحب هيك الارتجالي صح؟ طيب على المسرح ما في ارتجال، عندك فنان عنده أغاني بدك تلتزم فيهم، في نوتات موزعة بين كل الآلات الموسيقية، أعطيني لحن معروف على الطبلة. في كثير إيقاعات، يلا آخر مرة عملنا وقتها مقسوم، وهذا هالمرة بدنا نفوت شوية بالجو الأحلى كراتشي. يلا يلا شوف أنتوني سعادة بس بعد مش أنتوني على الإنستغرام، هونيك تبقى مرتاح أكتر، عارف حالك مفوكس على شيء، بحس راسك عشوائي رح تلعب بالدربكي هيك وترقصها. عملها كتير هيدا، فيك تعملها؟ حتى نجرب هون. بدك توقف بتغير قعدتك؟ شو بدك؟ لا لا نجرب. الاستوديو لألك اليوم، اليوم عيد موسيقى بحق لنا نعمل كل شيء. يلا يا عيد مرحبا. تلي من طبلة لستة لبركاشن لتوزيع توزيع لمعزوفات خاصة فيك أنتوني. أنا كتير بحب حول موسيقى أكوستيك من دون إيقاع، زيد عليها إيقاع، يعني وزع من كل شيء، من طبلة لدرامز لكله هيدا على الكمبيوتر بعمله، وأكيد بسجل أنا لايف هون. ويعني هودي مؤلفات بيحملوا توقيعك؟ ايه أكيد ما بقلد. وكيف رح بتقدمون؟ لا بعدين، هلا شوي عم نسيبهم شوي صح صح، نصير يعني تنصير يعني عم نتمرن شوي شوي اكثر وبمساعده البروفيشنال، وشوي يلا لا بعدين ان شاء الله نصير يعني نفتح استوديو ونسجل للكل. هالقد يعني طموح للاخر رايح فيها. الاهل الاصحاب اللي انا ذكرت بيك وجدك قد ايه بيشجعوك، قد ايه اوقات يعني بخافوا على اولادهم؟ انت بعدك صح. شاب صغير بالعمر صح. عندك سهرات بتسرب بوج الصبح، اوقات بتضطر تسافر، اوقات يمكن تنام ليلتين برات البيت اذا حفلتين ورا بعضهم صح. كيف بيكون التعاطي؟ عم بيتفهموك؟ بتعيش انك انت فنان وسهر الليل و... لا انا في شغله بحبها بحالي كتير، ما بشوف حالي ابدا يعني كتير بيقولوا لي انه شو انت عندك 120 الف و20 مليون فيوز وما بتطلع فيهم، هو اكثر ما بتطلع انه انا رايح ابسط العالم. فاهلي كتير بيشجعوا هالشيء ويعني كتير بيخافوا علي صح، بس اذا بدك هن مثل مدراء اعمالي، حتى رفقاتي مثل مدراء اعمالي، كله بيخاف علي بس كله يعني بيشجع عن جد، بدي اقول له ميرسي كله. انتوني بتقلي انت هدفك تروح تبسط الناس صح، مين بيبسطك لك؟ الرياكشن تبع الناس لما اشوف العالم مبسوطه هيك، انا على الستيج لما اشوفهم عم بيتفاعلوا معي، لما اشوفهم عم بيزقفوا لي، عم بينبسطوا، عم بيرقصوا، او حتى الكومنتس على الفيديوز، يعني كل فيديو بنزله انت بتتابعني بتشوف كيف بيصيروا يحكوا شو هالموسيقى وشو هالعزف، واو واو، بيبعثوا لي مسجات ايام بصير انزلهم على الستوري بس هيك تعبر يعني انه ميرسي كثير، عرفت؟ أنتوني سعادة إنستغرام فيسبوك تيك توك يوتيوب. ويوتيوب كمان أنتوني سعادة بتعملوا له فولو وأكيد بتتعرفوا أكتر وأكتر، وفي مقاطع من حفلات
بتذكر مرة قلت لي كان عندك حفلة مع أحد الفنانين المشاهير، مع مين كنت على المسرح؟ في منيح بقى مش بلا ما نسمي. ليه؟ في كتير بتذكر مع راغب يمكن قلت لي، أو حدا لا مصري أو لفق وقتها قلت لي انه هيك انتبه لك انك انت بعدك. ايه في كثير على السوشيال ميديا بينتبهوا لك كثير. يعني بيعملوا لي ريبوست. مثلا الاكونت تبع نانسي عجرم، مش هي الفولورز تبعها عندهم 1.2 مليون يمكن، في تبع وائل كفوري، تبع كثير كثير عالم معروفه. يعني انا بحطهم بالهايلايتس هيك، بخليهم عندي، بحب كثير. وكثير حتى وصلت لبرا، لحتى انه بلبنان ما عندي انجح حفلات، برا مفول حفلات ما شاء الله. وهيدي الطبله كمان، هيدي اجتني كادو من مصر. انا صرت البراند امباسادور تبع جوهره الفن. اوف، صار يعني انا يعني بمثل الوجه تبعهم بلبنان، اللي هي بتصنع صح طبلات. طب انتوني، ما بدك تكسفني وما بدك تكسف سحر. لا. سحر الصبح سالتها قلت لها لما بقول لك صيفيه اي غنية تخطر على بالك؟ قالت لي حبك سفاح. وهلا انت قلت لي انه يعني اداره الفانس تبع نانسي عجرم كمان بيتابعوك وبيحطوا لك كومنتات، رح ينبسطوا منك كثير اذا بتعطينا حبك سفاح. يلا شو الوضع؟ حنعطيك الايقاع تبعها. ايه اكيد، ما في غنية. اكيد ايه يلا. بتعزم اصحابك يروحوا معك على حفلاتك؟ كثير بينبسطوا؟ ايه. واذا حدا هيك بيقول لهم نحن مع انتوني مثلا؟ انا بصير اقول لهم انا معهم. حلو التواضع، حلو التواضع. انتوني قديه عزفت بمره من المرات بشكل متواصل على الطبله؟ قديه كان وقت؟ هلا انا بالبيت كثير ايام بحب، مثلا انا كثير من النوع اللي بيسمعوا للطرب وبيسمعوا للاغاني القديمه، يعني غير ما بتشوفني على السوشيال ميديا بنزل اغاني ترندي وهيك، بس كثير بسمع. فبتعرف انت حفله ام كلثوم الغنيه ساعه ساعتين، فايام بسردها بس انا من ورا الجيران يعني. بحط شيء من ورا بصير اعزف، فموصل لساعتين ثلاث ساعات. طيب فينا نختم مع اكيد شيء معزوفه من هالطرب اللي انت بتحبه ام كلثوم، بس ما بدنا نضل ساعتين، لان بعد ما هي دقيقتين ثلاثه تنختم ونروح على الفقره التاليه. يلا اكيد. انا بدي اقول لك ميرسي انتوني سعاد، كثير انبسطنا فيك، ينعاد عليك بعيد الموسيقى وبدايه فصل صيف موفق يا رب. ميرسي. يعني موعودين بمهرجانات بلبنان ووين ما كان، وكمان بيعيد الموسيقى ويخليلك بيك وكل البيات بعيلتك وجدك كمان. صح. مرسي. يا حنعمل شيء هيك ايقاع، اوكي، هو خرج طرب وحده ونرجع نفوت بالايقاعات الثانيه. يعطيك العافية أنتوني، شكرا مشاهدينا. نروح إلى إعادة لحلقة برايوتيك بلس مع دكتور ألفريد كرم، ومنرجع لنتابع لقاءاتنا المقررة لليوم مع المايسترو عبدو منذر، وختامة أيضا مع باند ميوزك مهضومين كتير. ستات اتنين رح يزينوا صبحيتنا من يوم جديد.